اليوم إذا فزتوا بأغلبية الأصوات نعم ما تنطون شيء للاتحاد؟ شوفي خطاب الزعيم مسعود البرزاني قبل يومين يعني طرح كل ما, ما, ما كبرنامج انتخابي، ولكن بالأخير طرح كلمتين أنه سوف نمد يدنا لجميع الأخوة المشاركين والأحزاب الموجودة بدون تهميش ولا إقصاء، مو مثل ما كان مثل بعض الأخوة اللي جيد. سوف نمسح سوف نلغي سوف جيد. سوف إذا هم فازوا، إذا الاتحاد الوطني ما يقدر هسا لو نفترض ما يقدر، تدري ليش؟ لأنه الديمقراطي رقم مو يوم البارحة. خل نفترض الاتحاد ولا الديمقراطي إلى تاريخه وإلى باع طويل في السياسة، واليوم معادلات في بغداد تغيرت، يعني من الطبيعي جدا ممكن تتغير في أقليم كردستان. بس أسألك، هل من الممكن أن نشوف رئيس أقليم كردستان يكون من الاتحاد؟ إذا كان لهم مقاعدهم أعلى من كل المقاعد فيحق لرئاسة الوزراء ورئاسة الإقليم، ليس مو بس الاتحاد، جيل الجديد خلي يجيب أعلى المقاعد، خلي يأخذ، ولا ليش الديمقراطية أخذها جوترا أخذها وغير عنده أعلى المقاعد اللي موجودة عنده. بغداد نفس الحالة، من تجيب أعلى المقاعد تأخذ رئاسة الوزراء، تمام ولا صح؟ زين نفر بطرق روحه تقبلوني يصير رئيس؟ من بطرق روحه؟ لو يجي نفر هسه يقبل، بس هم ما راح يقبلون من الاتحاد. أنا بتقبلون من الاتحاد؟ حزن. لا ستي، ما ليجي هاي مو انتخابات، أنا عندي انتخابات، عندي جماهير، عندي ناس، عندي تريد يعني من عندي، ليش أشترك بالانتخابات؟ ممكن ليش أشترك بالانتخابات؟ تنازل عن منصب رئيس حكومة أقليم كردستان إذا في شريط بي حصول على مقاعد أهلني على هذا؟ لا والله خلي مو الجيل الجديد، أي حزب يأخذ المال بما حمل، يعني شو اللي موجود جمل خلي جمل بما حمل بالعافية عليه.